نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. حياكم الله أخواني أخواتي في برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. الإسلام دين فيه حث على العمل، دين فيه حركة وبركة، ما في تكاسل، ما في كسل عندنا في الإسلام، بل كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الكسل. يعني يشرع أن الإنسان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، من العجز. فالإسلام فيه دين فيه نشاط وحركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني إيش معناته؟ يعني بعد صلاة الفجر قوم واذهب إلى عملك واطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة المباركة، فترة الصباح. لكن سالفة كسل ونوم ويعني الإنسان يتهرب من عمله، لا، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ما المقصود من هذا الحديث؟ المقصود أن الإنسان يعمل حتى يكسب ويعني يوفر الأكل والملبس والمسكن له ولأهله، ولا يذهب إلى شنو؟ إلى سؤال الناس. يعني يطلب الناس: ساعدوني، أعطوني، سلفوني، أقرضوني. لا، المسلم يحاول قدر الإمكان ما يلجأ إلى الآخرين، يعف نفسه. هذا هو المسلم الحقيقي، إنه يعمل يعتمد على الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق، ويطور من نفسه. ممكن يدرس، يتعلم المهارات، يشوف أبواب الخير وأبواب الرزق الكثيرة التي فتحها الله سبحانه وتعالى للناس. يعني ما جعل الله سبحانه وتعالى الرزق محصورا في مكان واحد، مثلا الرزق فقط في الزرع، الرزق فقط مثلا في التجارة، أو فقط في الصيد. لا، أبواب الرزق مفتوحة والحمد لله. ممكن أنت أنك تدرس، ممكن أنك أنت تزرع، أنك تصنع السيارات، تصنع الآلات المفيدة للناس، والأمور الطبية، كثير أمور اللي فيها الرزق الحلال والحمد لله. ما الميزة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل شيء أنك تأكل من عمل يدك. تشتغل أنت في الصبح ويعطونك الفلوس وتشتري فيها الأكل وتتغدى بهذا الأكل، هذا أطيب أكل، أطيب رزق، أنك تعمل بيدك، مو أن تنتظر الناس تهدي إليك وتتصدق عليك وتسأل الناس. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، أو من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أعطانا المثال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سبحان الله. يمكن واحد يتساءل: شنو الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بداود عليه الصلاة والسلام؟ يعني قال بعض العلماء: لأن داود عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، أعطاه الله سبحانه وتعالى الملك، لكن مع ذلك كان يعمل بيده، ولا هو كان ببساطة يأكل من ملكه، لكن كان يحب أن يأكل من عمل يده. إذن نتعلم من هذا الحديث أهمية أن يعمل الإنسان بنفسه. مثل ما نقول إحنا، ترزق الله أبواب الحلال كثيرة، والحلال أكثر من الحرام، الحمد لله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني قد يظن بعض الناس أن كل شيء حرام والحرام أكثر من الحلال، بالعكس، دائرة الحلال أوسع وأكبر وأشمل من الأمور المحرمة. بل يقول العلماء: الأصل في الأشياء الحل. شنو حكم هذا العمل؟ الأصل أنه حلال، والطعام هذا الأصل أنه هو حلال. طيب، والأمور المحرمة؟ لا، ما تقول عن شيء حرام إلا إذا أنت أعطيتني دليل من القرآن أو حديث نبوي صحيح. إذن إخواني أخواتي، في هذا الحديث يعني دعوة
لكل الناس للعمل، وأن يحرص المسلم أن يأكل من عمل يده ولا يأكل من الصدقات والزكوات، طبعا إلا إذا كان من الناس الذين يستحقون، لكن إذا كان في مجال أنك تعمل اعمل. نعم قد يكون من الناس من يصعب عليه العمل، تمر على الناس جوائح وحوادث وحرائق يصعب عليهم العمل أو في وقت مؤقت، فهم يكونون قد اضطروا لسؤال الناس. لكن إذا كان الإنسان في سعة اعمل، ابحث عن العمل ولا تسأل غيرك، بل أنت اعمل حتى تتصدق. هذا أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يحرص على الصدقة. إذا قال أنا ما عندي، يقول اعمل واكسب المال وتصدق. يقول أنا معقولة أروح أعمل وأكسب من المال الحلال ثم أتصدق؟ نعم، هذه من الأمور المشروعة، الأمور المحببة في الشريعة، أن الإنسان يعمل ويكسب ويتصدق من عرق جبينه. هذا يعني، وهذا والله إخواني أخواتي يشعر عن طريق الإنسان بلذة لما أنت تعمل بيدك وتأتي بالطعام لأهلك ويأكلون الحلال وتتصدق من الحلال، فيه لذة عند الناس، ويعلم هذه اللذة من ذاقها، سبحان الله. وكذلك نتعلم من هذا الحديث أن الأنبياء كانوا يعملون، وما أنقصهم قدرهم أو من قدرهم عليهم الصلاة والسلام. كان مرة معنا الحديث أن كل الأنبياء عملوا في رعي الغنم وما أنقصوا من قدرهم، سبحان الله. المهم أنهم عملوا وحصلوا أموال، سواء الكثير أو القليلة من هذه الأعمال. يعمل الإنسان بالحلال ولا يتكاسل الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام عمل في رعي الغنم كما مر في الحديث على قراريط، كان يرعى الغنم لأهل مكة، وغيره الصحابة قد عملوا رضي الله تعالى عنهم، بعضهم عمل الأعمال الشاقة على أجرة قليلة. فالمهم أن الإنسان يبذل جهده ووسعه ويحرص على الحلال حتى يبارك له الله سبحانه وتعالى، وحتى يستجيب الله سبحانه وتعالى في دعائه. يعني من الأمور التي تجعل الدعاء مستجابا أن يكون المطعم والملبس من الحلال، لكن إذا كان من الحرام ما يستجيب الله سبحانه وتعالى لك الدعاء. الكثير من الناس يقول صار لي أنا كذا يوم أدعو ما استجاب الله دعائي، كذا سنة أدعو ما استجاب الله دعائي. نقول نعم، قد يكون ما استجاب الله لدعائك بسبب ماذا؟ بسبب أكلك للحرام، أنت ما تهتم أن اللي يدخل في بطنك وفي بطن أولادك حلال حرام ما يهمك. لا، لابد أن الإنسان يحرص على الحلال. زين، إذا كان في شيء هو شاك يسأل أهل العلم، يا شيخ الشيء هذا يجوز ولا ما يجوز، نوع هذا من التجارة يجوز ما يجوز، أنا عندي قضية في عملي يجوز ولا ما يجوز. يسأل الإنسان، ما يصير أنه يأخذ المال من أي مصدر، أمن حلال أو حرام. لا، هذا ليس من خلق المسلمين، من خلق المؤمنين المسلمين الصادقين، بل يجب عليهم أن يتحروا الحلال حتى يجيب الله سبحانه وتعالى دعوته. كذلك يعني نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان يحتاج أحيانا إلى ضرب الأمثال أو ذكر الأمثلة. ليش؟ قد يكون الإنسان يعني مثلا أنا أذكر أمر من الأمور لأولادي أو لطلابي أو للناس يمكن يستبعدون، لكن لما أقول لهم لا في مثال كذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مثال داود ملك النبي عليه الصلاة والسلام، ترى كان يعمل بعمل يده، فالناس يقول الله إذا كان داود يعمل بيده ويأكل من كسب يده، هل أنا ما راح يعيبني إني أعمل، حتى لو أنا كنت رئيس في الدوام أو كنت مدير أو كنت وزير أو كنت في كذا. طيب، هذا يسهل للناس، أنا أقصد ضرب الأمثلة، يسهل للناس العمل. بسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب لنا الرزق ويبارك لنا في الرزق، بسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا.